وحسيت بهذه الفترة أنه هنالك وصلاء في العراق، يعني ناس عندهم مواقف، وبنفس الوقت هذا راح أركز عليها، بنفس الوقت هنالك رجال لا يصلحون أن يكون نساء للأسف. لا يصلحون أن يكون نساء، لأن حتى الرجل النساء ما يصلح يكون، ما يصلح يكون مرأة، لأن بعض النساء والله عندهم كلمة وعندهم التزام وعندهم أصول وعندهم أخلاق ورجال في المواقف، لكن العتب على المرحوم اللي كان يتعامل مع هكذا أشخاص، هكذا أشخاص. ألف رحمة على روحها، اذكروا محاسن موتاكم. لكن هنا أدافع عن المرحومة، يعني مدى أنتقد بعض الرجال تهربوا وتنصلوا وبعدين تجي الأيام ونكشفهم إن شاء الله. حتى بعد وفاته محاربي؟ مو محاربي، لا، ما كانوا رجال بمعنى الكلمة، التزموا. لا يعني أنا أعطيك كلمة اليوم، قلت لك أجيك البرنامج من ما أجي، شنو تأثيرها عليك وعلى الأشخاص اللي هنا؟ أنا صار هواي ما حاكي بهالقيت، فتعذروني يعني شوي. أنا يكون تسمح لي أقرأ هذه الرسالة من مهدي اللامي، بس خلي يلا أوكي. وين كان بيها ذكر أسماء؟ يقول: السلام عليكم أخي علي سالم، تحية إلى ضيفك الكابتن الدكتور صالح راضي. سؤالي له: لماذا لا تطالبون بحقوق المرحوم أحمد راضي التي بذمة جمال الكربولي حزب الحل؟ سبق وخرج كابتن المرحوم قال: أنا أطلب جمال الكربولي 500,000 دولار. أتمنى الإجابة بصراحة. شوف الرجال مواقف. أنا حكالي الكابتن الله يرحمه قال لي عندي اتفاق مع فلان من الأشخاص، ما راح أجيب أنا اسم حتى لا ينحسب عليهم. قال لي اتفقت أنه اللي أصرفه بالانتخابات هو يتحمله، بعد ما صرف بالانتخابات قلت لك هو عنده ديون. أنا ما قلت لك إلمن ديون ولا حددت، بس أكو ديون صرف من فلوس القرض، وبالتالي بعدين التنصل من الوعد هذا أمر يخص الشخص الطرف الآخر، أنا ما لي علاقة به، أنا لا أعرف الرجل ولا يعرفني ولا عندي علاقة به، سوى مرة اتصلت يعني صار لقاء بيني وبين أستاذ محمد في دائرة في المنصور فقط، سلام ولا أكثر، ما عندي اختلاط بهم الأخوان. علاقات أحمد كانت بعيدة تماما عن علاقاتي، وظروف أحمد تختلف عن ظروفي. لذلك إذا كان الأخ اللي ذكرت اسمه عند اتفاق مع المرحوم فهذه ذمة في رقبته ذمة في رقبته. أما إذا ما عند اتفاق فهو مبرد ذمة. لكن الكلمة طلعت على لسان الراحل أحمد راضي في برنامج تلفزيوني مسجل. طبعا أنا ما أحكي لك، يعني ما أتبلى على أحد، وما أريد أجي بذكر أحد ولا أذكر أحد، لأنه ما أريد شخص من الأمور على قولتهم هالفترة، هاي المصطلح الجديد شخصنة الأمور. أنا قلت لك أنا إذا أعطيك كلمة ألتزم بها لأني رجل. رسالة بليغة.